وتاري الأندال مستكرين باكر. لا ومبارح منزلين 100 خروف دفعة واحدة. لكن تقبرني، هلا بينت المصاري وبينوا اخواتك على حقيقتهم، وهي اذا ما كانوا مشترين البايكه مشترى. والله مو بعيده. هي كلها مصاريك ومصاري ابو قعود، كانوا يشتغلوا بالبايكه ويعطوكم من الجمل ابنه، وانتوا يا حصرتي عليكم مأمنين لون ويا غافل لك الله. ايه تقبرني، على سيره المصاري، كان بدي شويه مصاري، اذا معك اعطيني هلا. وتكرم عينيك، انا بكره عندي بيعه مرتبه، وان شاء الله قبل الظهر بيجي لعندك بعطيك اياه اللي بدك اياه. ايه صحيح، دريت انه جابر خطب اخته لشاهر؟ ايه دريت. هذا كله تدبير عفاف تقبرني، مشان تقهرك وتغيظك، ما بكفي كل اللي عملته فيك؟ ما فجرت هي وياه؟ ايه تقبرني، بدي اقول لك شغله، بس بدي منك ما تزعل مني. خير؟ يعني مشان فوتك لعندي. شبه فوتي؟ يعني انت لا لك اخي ولا لك جوزي، والناس ما قالها شغله غير انه شو هالحكي يا مقعود، شو هالحكي؟ ايه تقبرني، ما شفت ابو عز النجار لما صار يفوت على بيت اخوه بعد ما مات اخوه، كيف الناس صارت تحكي عليه وعلى مرت اخوه اشكال الوان لحتى تجوزها وستر عليها؟ ايوه، شو الحل برايي؟ ما بعرف، تفهم لحالك تقبرني. ايوه، بس ابو عز ما جوز اخت مرته لانه مرت اخوه، ما لا اخت مرته مثلك ومثل ام دياب. صحيح، هن ما كانوا اخوات، بس ابو عزو طلق مرته وتجوز مرت اخوه وحوض له اولاده مع اولاده وعاشوا احلى عيشه. شو هالحكي؟ لك مشان تتركنا لحالنا نحن والخواريف، وانت ترجع بنصاص الليالي. قلت لك خلي لي اجير هون ينام ويحرس الخواريف، بس انت ما رضيت. لك انت ما سمعتيهم؟ ما حسيتي عليهم هن عم بيسرقوا؟ بلا حسيت. لك ليش ما صرختي؟ ليش ما عيطتي؟ شلون بدي عيط؟ فتوا تربست علي وعلى اولادك الباب منيح، لانه كانوا بدهم يكسروا ويهجموا علينا. يا رب، متى سرقوه؟ يعني مشي ساعة. وانت وين كنت لهلا؟ اكيد عندي هدية. اه لا لا، شو كنت عندها؟ ماني عندها. لا ايه، قوم قوم قوم، روح لعند اخواتك واحكي معهم، بركي بدوروا معك على الحرامي. شلون؟ ليك كان يروح لعندهم بعد كل شي صار؟ شو عليه؟ هدول بيضلوا احلى، وبعدين الضفر عمره ما بيطلع من اللحم. ايوه، مشان يشمتوا فيه واقف قدامهم زليد، ما هيك؟ لا تقبرني، اخواتك اولاد اصل وما بيعملوها بنوب. اي والله والله، اخوك جابر بيفديك بروحه، ما شفت هذاك النهار شو؟ بعرف بعرف، بس لولا العمل اللي عملها. الله يلعن الشيطان. مرحبا يا جماعة. أهلين. أهلين. شلونك أختي؟ إن شاء الله مبسوطة بالسكنة هون؟ الحمد لله. يو، شو بكم؟ ليش هيك حاطين الحزم بالجرم وقاعدين؟ شو تقبرني؟ بعت الخواريف؟ خواريف انسرقوا. يو، شلون سرقوا؟ شو شلون يعني سرقوا؟ بس ما بيصير هيك، الخواريف أماني عنكم، ما بيصير تسهوا عنهم. والمغزى؟ المغزى انه انا اولادي ما دخلنا بالسرقه، اللي راح بيروح من كيسكم. انالك ما ضل شيء، كل الخواريف انسرقوا. ايوه، ومين سرقوا؟ شو بيعرفنا مين سرقوا؟
ما في غيرهم، جواد وجابر. هدية، جواد وجابر مالهم حرامية؟ طلع لجح قرايب بدافع عنه. وانت شو جاي تساوي هون؟ جاي اخذ مصاري، لانه جوزك وعدني يجيب لي مصاري، ولما شفته تعوى قلت لحالي لاجي شوف شو صار معه. مصاري وما معنى، والخواريف انسرقت. يلا 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 هلا روحي على بيتكم، بس يصير معنا مصاري ببعث لك اياهم. ايوه عم بتقلعيني من رزقي ورزق اولادي؟ شو حبيبتي؟ نسياني انه نص البايكه إلنا؟ واذا ما رجعوا الخواريف بدها تصير البايكه كلها إلنا بدل الخواريف. بخاطرك اطلبوا سيدك ابن عمي، اطلبوا سيدك سامحني. هدية هي لعبت بعقلاتي وخلتني اشهد معها. الله لا يوفقك انت واختك، الله لا يوفقكم. لك يعني عفاف طاهرة وبرية؟ اي والله طاهرة وبرية، اطهر مني ومن هدية. يا باطل يا باطل، كان بدكم يعني انت العفاف وهي برية؟ لا والله والله ما كان بدي اياك تاذيها، بس انا ما طلع بايدي شيء. والله والله انا مستاهل الذبح، قذبحني عواضة. كون قاعد، ليش كانت بدها يعني اذبحها لعفاف؟ ليش؟ لانه عفاف سمعت الحديث اللي دار بين جابر وبين ام قاعد بهذيك الليله، مشان ما تنفضح كان بدها اياك انه تذبحها. يعني جابر كمان بري؟ الله يخرب بيتك وبيت اختي. لك يا انجاز انت. وين رايك؟ وين رايح؟ بدي اروح لعند اخواتي واترجاهم، بلكي بيسامحوني. ان شاء الله لا تتركني لحالي انا والاولاد، خذني معك، خليهم يسامحوني انا كمان. يسامحوكي؟ لك تبي. السلام عليكم علي. وعليكم السلام علي جو. دريت شو صار مع اخوك ابو دياب؟ شي، شو صار؟ فاتوا عليه حراميه وسرقوا له الخواريف من عنده. يا باطل، شو هالحكي؟ الله وكيلك. امشي امشي لشوف. لوين اخي؟ بدنا نشوف شو القصه. طيب بركة لا بركة ولا ما بركة، ابو دياب بضل اخونا. امشي لشو. ماشي علي. ليكون مشاعر. مين؟ افتحي اختي افتحي، انا اخوك يا ابو دياب. يلا امتي افتحي عفاف، لا تخافي. شو عم تعمل هون؟ لا عمر. ايه عمر، ظهر انت دمادك فارين ورطب قربت وياه. لك انا من زمان مستني الساعة هاي. دخيلك يا ام ادهم، افتحي افتحي. انت مالك اخت عنا يا خسيس، مالك اخت عنا. عمر لا تغلط معي، انا جاي لعند اختي مشان تسامحني. شو قال؟ شو جاي تساوي هوك؟ سامحني يا اخي سامحني. شلونك عمر؟ اهلين عقيد. وينه العقيد ابو فهد؟ مسافر. روح على البيت عندي، يكونوا امك واختك لحالك. يلا يا روح عقيد. بس خلص عمار، خلص انت روح وما عليك. امرك جواد، امرك عقيد، توكل على الله. افتحي بدها افتحي. تعوا يا اولاد تعوا، يلا فوتوا. يلا يلا شو يا عمو؟ ليش ما جبتهم معك؟ اجوا لعند اخواتها يا عمو. مين؟ جابر وجواد؟ وابو دياب كمان. ايه وابو دياب؟ ايه يا عمو ابو دياب. راح لعندها مشان يصالحها وتطلب منها تسامحه. ايه الله يصفي قلوبهم على بعض. طالما جابر وجواد هني يصطفي. الله يبعث لي في الخير. امين. سامحني يا اخي. الله يسامحك اخي. سامحني يا كبير. سامحني يا عقيد. لا اخي لا، انت الكبير وانت العقيد. لا عقيد حاتكم جابر، جابر قاعود أبو صياح. لا أخي لا، أنا هذا الاسم غيرته من اليوم ورايح، محسوبك أبو شاهي. إيه والله أنعم وأكرم، يا ريت كل الناس مثل عقيد شاهر. الله يقدرنا على مكافاته ورد جمايله.
سامحيني يا أختي، بوس إيدك تسامحيني. أنا ظلمتك كثير كثير، بس يشهد علي ربي إني ما كنت بعرف الحقيقة. الله يسامحك يا أخي، الله يسامحك. عفاف، أنا غلطت بحبك، سامحيني. إيه يا أختي، اسمحيلنا. لا أخي، وين بدكم تروحوا بهالليل؟ ناموا عندي. لا لك أختي لا، العقيد أبو فهد أخذ على خاطره مني وما بصير نام ببيته، هو لسه مو مسامح. لا أيوه، والله العقيد أبو فهد قلبه كبير، وما يشوفكن عندي ويضرب اللي صار والله ليطير عقله. أختي يعني ما بيزعل إذا دري إنه نمنع عندي بدون ما تاخدي إذنه؟ لا أعوذ بالله، قال يزعل قال. رضيتي عني؟ الله يخلي لي اياك يا رب. الله يلعن الشيطان، الله يلعنه. والله الواحد بدون اخواته واهليته ابي سوانقلي. شرف اخي شرف، تفضل. تفضلي ام دياب، خلينا نفوت لشوي. يلا يلا يا الله. ابو دياب. أهلين ابن عمي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سامحني يا عقيد. لم سامح الله. أهلي يا ضياد، شرف. يلا على اذنكم. ام دياب فوتي وعدي انت وعفاف معنا وكشفي عن وشك. قلت لك كشفي عن وشك. بس يا رجال. كشفي عن وشك. افاد اخوك بعد الله وسعره بسعر جابر وجواد. الله يستر على كل حليمات. افاد بيتامن على الارض والروح. بعدكم ام دياب بعدكم. ايه سيدي تفضل. انا عم اقول طالما هيك رجعت المي لمجاريها، شو رايك انت واخواتك ترجعوا مثل ما كنتوا؟ وشغله الاسمه من عندها ما كانت. والله والله حب ما عندي، بس بالاول لازم نرجع الخواريف. اخي جابر وجواد اشتروا 100 خروف، خذوهم على الباكه ورجعوا اشتغلوا سوا مثل الاول، واللي انسرقوا بيعوضهم الله. على علمي ما معهم مصاري. منين جابوا حق المية خروف؟ لا يروح تفكيرك بعيد ابو دياب، ام ادهم دينته. هون تفضل تفضل. ابو دياب رجعوا الخواريف. صلاة محمد، شلون لك اخي شلون؟ جابر رجعهم، صار له من امبارح عم يدور عليهم من قرنه لقرنه حتى لقاهم بالغوطة. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا ربي، الحمد لله. اي والله الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله يا رب، شفت شلون اخي؟ اخواتك ما بيتركوك. الله يخلي لي اياهم يا رب، الله يخلي لي اياهم. شرفوا شرفوا، تعالوا دياب. الحمد لله. أنا عم جواد. أهلين عقيد. اليوم رايح ما عدنا ابوه، طالما اخوك ابو دياب رجع لعقله، ما عاد في شيء نخاف منه. مثل ما بدك. انت دربسي البوابه منيح وما تفتحي لحدا. ايه. حاضر. شو؟ خايفة؟ لا لا ماني خايفة. ايش كان خايفة احكي؟ ماني خايفة خلص، لا تاكل هم وتوكل على الله. يلا بخاطرك. الله معك.